الحريق ديال الدرسه اخيب حاجه ممكن توقع لك في الليل. فرماسيانات سادين والناس ناعسين، كتبقاي كتلوي في بلاصتك حتى كيصبح الحال. لا اختي انا جبت لك الطريقه اللي غديري وغترحمي ليا الوالدين عليها. تبعي معايا الفيديو حتى الاخر، ما تنساش دعميني باللايك وبارطاجي هذا الفيديو مع ناس اخرين باش هما يستافدوا. يلا نبداو على بركه الله. جيبي واحد الفص ديال الثوم، حيدي له القشور ديالو، او غتاخدي واحد المسمرات ديال القرنفل وغتغرزيهم في هاد السن ديال الثوم. وبالنسبه للقرنفل راه عنده بزاف ديال الفوائد، من الاحسن انه يتوفر عندك دائما في الدار. واذا دخلتي عندي للقناه غتلقاي بزاف ديال الوصفات استعملت فيهم القرنفل وحتى الافكار والحيل. وكيف ما كتعرفوا كاملين، الثوم راه واحد المضاد حيوي اللي كنستافدوا منه في بزاف ديال الحوايج. المهمه البنات، هاد الطريقه راه غتهنيكم من الحريق ديال الدرسه، خصوصا الا جاكم على غفله وما كانش عندكم الدواء. ومن بعد كتشدي داك الثوم وكتحرقيه هو وداك القرنفل بالطريقه اللي كتشوفي فيديو، وشديهم ومعسيهم بجوج وغتحطيهم على الدرسه اللي كتضرك. ما كملاش 10 دقائق ولا 5 دقائق كيفوتك الحريق. وانا متاكده اي واحد فيكم غيشوف هذا الفيديو غيقول بصح نيت وقعات ليا، ولا غيقول وقعات الفلانه. ايوا احتفظي بهذا الفيديو عندك وصيفطي للناس كاملين اللي كتعرفي واللي كيعزوا عليكم، ما تبغيهمش يطيحوا في هذا المشكل. ولا سيري خدي سيرغام من الفرماسيان وخليها عندك للديباناج، باش حتى لحتيجيتيها وقفتي عليها ما تبقايش بعدا كتقلبي بالحريق. وجبت لك حتى واحد الطريقه واحده اخرى اللي غتنقي لك سنانك من السوسه الا داومتي عليها، وغتهنيك من المشكل ديال الكالكير. عوض ما تبقاي تغسلي سنانك بمعجون الاسنان، داومي غير على هذه الوصفه اللي غنشارك معاك دابا. عندها بزاف د الفوائد، تبيض لك سنيناتك وتحيد لك الكالكير. وحتى الا عندك للتمريضه مع المداومه والاستعمال المتكرر اكيد انها غادي تعالج. وبالنسبه للمكونات ديالها متوفرين في كل دار. عندنا معلقه صغيره ديال القهوه العاديه ماشي نسكافي، وغنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الملحه، غير الملحه العاديه اللي كنطيبوا بها. وبالنسبه للخل غديري منه قياس ديال معلقه ونص. خلطي اختي داكشي مزيان بشي معلقه حتى كيتجانسوا المكونات مع بعضياتهم، وكيولي الخليط على هذا الشكل اللي كتشوفي معايا في الفيديو. جربي اختي هذه الوصفه واكيد غتفكريني مع المداومه ديالها، حيت غتعطيك واحد النتائج اللي زوينه بزاف. وبالنسبه لهذه الوصفه راه ممكن تحتفظي بها، تبقاي تستعمليها يوميا فين ما تبغي تغسلي سنيناتك. جربي اختي وردي عليا الخبر في التعاليق. وغنختموا هذا الفيديو ديالنا بالوصفه الثالثه اللي محتاجين لها الوليدات الصغار. كيف كتعرفوا دابا الجو مقلب، اللي سولتي كيقول لك فيه الرواح، ما عرفناش هذا الجو واش سخون ولا بارد. جبت لك اختي واحد الوصفه للوليدات الصغار وحتى للناس الكبار، الحلاقه من الرواح والكحبه غتهنيك منهم. بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من المنزل هاد الايام، وكنت حطيت لكم واحد الوصفه ديال الحامض والعسل الحره، وفئه كبيره من الناس اللي استعملوها والحمد لله لقاو عليها الراحه. ومن بعد ما قريت التعاليق لقيت بلي كاينه واحد الفئه اللي ما عندهمش العسل الحره في الدار، لذلك درت واحد الوصفه وبغيت نبارطاجيها مع هاد الناس. بالنسبه للمكونات ديالها متوفرين في كل دار. الا عندك شي حد مريض في الدار غتشدي جوج معالق ديال الكمون اللي يكون مطحون ماشي الحبوب، ومن الاحسن تاخديه حبوب وتطحنيه على يديك، وجوج معالق ديال زيت البلديه زيت الزيتون. وهاد الوصفه كتخاد يوميا لمده ديال 3 ايام. هذاك اللي مريض كياخذها قبل ما ينعس حتى كيكون كلا وشرب، يعني ما بقاش غادي يزيد من موراها حتى شي حاجه. هاد الوصفه راه مزيانه للبرد، كتصفي الصدر من الميكروب، وممكن ياخذوها حتى الدراري الصغار. وكيف ديما بارطاجي هاد الوصفه مع ناس اخرين باش هما يستافدوا. خلي لي الراي ديالك في التعليق، واش سبق لك جربتيها قبل؟ وما تنسايش دعميني باللايك.